كتير قوي 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 قوي. برحب بحضراتكم من جديد. في حكايات كتير قوي هنحكيها مع ضيفي اللي منورني في الاستوديو، مدافع الاهلي ومنتخب مصر السابق كابتن عمرو الحديدي. منورني يا كابتن. ربنا يخليك يا ساره. عايز اعرف بس من حضرتك كده بدايه رايك كده في تطوير قناه الاهلي الجديد. هو طول عمر النادي الاهلي الجديد عنده مش عند حد تاني. الناس بتقلد النادي الاهلي، النادي الاهلي هو البيت الجديد، الاصل، المبادئ، الاهتمام، التطوير، الشعب. النادي الاهلي كل حاجه حلوه تتقال على اسم النادي الاهلي. يعني ده كلام كبير مش بعرف اعلي عليه. نرجع يا كابتن بقى نبدا من